برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان لم رئيس مجلس النواب عقد المجلس جلسته الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد العادية الثالث من الفصل التشريعي السادس واستعرض المجلس في بند الرسائل الواردة من الحكومة بشأن المراسيم بقانون والمشاريع بقانون سبعة مراسيم بقانون وسبعة وخمسين مشروعا بقانون إلى جانب الإختارات الواردة حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 23. وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة. عن السنه الماليه المنتهيه والتقرير المدقق والبيانات الماليه لحساب التامين ضد التعطل كما استعرض المجلس ثلاثين مقترحا برغبه وبعدها وافق المجلس على تشكيل لجنه اعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي اما في بند ما يستجد من اعمال فقد تم استعراض عدد من الاقتراحات برغبه بصفه الاستعجال بشان تسريع صرف الرواتب التقاعديه للمتوفين ومعاملات مشتركي التامينات المتعطله وبشان ايجاد وظائف عاجله للمسرحين من عدد من الشركات في الآونة الأخيرة وبشأن خفض رسوم تسجيل السيارات التي تجاوز عمرها الخمسة أعوام التي تحمل لوحة خليجية من ألف دينار إلى ثلاثمائة دينار على أن تكون دخلت لمملكة البحرين قبل شهر أكتوبر من العام الفين واربعة وعشرين وقرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة طبعا اليوم وصلتنا ردود الحكومه على المقترحات اللي تم تقديمها في الدور وكان اهمها ان تكلمنا فيه على التوسع في برنامج العقوبات البديله والسجون المفتوحه واللي من خلاله اوضحوا الخطه اللي من خلالها راح يتم التوسع بشكل اكبر للمستفيدين من هذه البرامج اللي تم توجيه فيها سابقا من جلاله الملك واللي احنا ان شاء الله راح ندعمها مع التوجيهات اللي راح يتم تعديلها في هذه الدوره ان شاء الله وايضا تم التطرق حق البيوت الاله للسقوط واللي احنا من خلالها ايضا طالبنا الحكومه ان يتم ارجاع هذا البرنامج لما كان له اهميه للحفاظ على الهويه في هذه الفرجان القديمه وطبعا كان في وعود ان شاء الله من الحكومه انه راح يتم النظر في هذا الشيء في الميزانيه القادمه وايضا تم التطرق حق الازدحامات المروريه واهميه وضع اشتراطات جديده تحد من هذه يعني الازدحامات وايضا انه يتم تنظيم الاوقات على اساس من خلالها يتم التقليل في الشوارع هذه الازدحامات وايضا الحكومه وعدت ان هي راح تدرس هذا الشيء. اليوم ناقشنا في مجلس النواب الاقتراحات برغبه اللي تم تقديمها الساده النواب في الفصل السابق، كان عندنا موضوع العماله الاجنبيه اللي ما تدفع الالتزامات اللي عليها قبل ما يعني قبل الخروج من المملكه.